كابتن اكرم عبد المجيد لاعب الزمالك السابق. يا كابتن اكرم، ازي حضرتك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي، تحياتي ليك عامل وتحياتي ايه؟ للمشاهدين قناة الزمالك. عامل ايه ليك وحشة؟ حبيبي انت اكتر حبيبي. كله تمام؟ والله الحمد لله كله دايما يا تمام. رب. مباراة الزمالك الأخيرة وهي مباراة الذهاب والشوط الأول لنهائي الكونفدرالية كان موتر بعض الشيء، كنت متوتر أكيد وقلقان في الشوط الأول، صح؟ والله بص احنا يعني الشوط الاول كان بادئ يعني مش احسن حاجه، ولما دخل الجول الاول يعني ضربه الجزاء بدانا نقلق. شكل اداء الزمالك كان فيه توتر، بدانا لما الجول الثاني جه الينا اكتر، يعني برضو كان الاداء ما كانش احسن حاجه وما كانش مطمن في الشوط الاول بالنسبه لكل محبي نادي الزمالك. الشوط الثاني الاوضاع اتحسنت والشكل بقى احسن. اتمنى ان شاء الله يعني من مستر جوميز ان هو يتدارك الامور في المباراه اللي جايه ان شاء الله، واحنا الحمد لله خرجنا بنتيجه يعني زي ما بنقول كده افضل خساره خارج ملعبك، يعني الحمد لله يعني تقدر تعوض هنا نادي الزمالك طبعا بلعبته وخبراته واسمه وجمهوره اللي هيحضر، يعني اللي خلصوا التذاكر في خلال ساعة واحدة كان 80,000 تذكرة خلصانة، فده يعني دليل ان كل محب نادي الزمالك مستنين اللحظة ديت وكلنا مشتاقين لبطولة، بقالنا فترة محتاجين نفرح، محتاجين نكتسب الثقة سواء كانت لاعبين او جمهور او مجلس إدارة او جهاز فني، كلنا محتاجين لهذه البطولة جدا جدا. فأتمنى إن شاء الله إن كله يبقى مركز في هذه المباراة، والأخطاء اللي ارتكبت قبل كده نتمنى إن شاء الله تلافيها في اللقاء القادم إن شاء الله. شفت إزاي جمهور نادي الزمالك في مباراة الذهاب؟ جمهور نادي الزمالك طول عمره جمهور عظيم، يعني مش محتاج يعني تقريبا الحاجة الحلوة اللي موجودة في نادي الزمالك جمهوره رقم واحد طبعا، وكل محبيه جمهور الزمالك جمهور عظيم، يعني ما يعني مورا الفرقه في السراء والضراء زي ما بنقول، حتى في وقت الاخفاقات بتلاقيهم موجودين، هم السند وهم الدعم للفريق وللنادي، فالاصل اصلا هو الجمهور، هو يعني احسن حاجه تحبها في نادي الزمالك، يعني من ضمن الحاجات الحلوه الكتير الجمهور نادي الزمالك. يعني كيف ترى مباراه العوده والشوط الاخير؟ والله بص احنا مفيش هزار يعني، او مفيش حد يعني انت ما قدامكش غير انك انت ان شاء الله تفوز بالمباراه، تفوز بنتيجه كويسه، تأدي اداء رجولي من اول دقيقه في المباراه، التشكيل بتاعك يبقى متوازن برضه، يعني ما يبقاش برضه ان انت تندفع للهجوم وتسيب الناحيه الدفاعيه، لا احنا عايزين نشتغل كمنظومه كامله دفاعيه وهجوميه، لازم لكن لازم يبقى في اصرار وشراسه من البدايه، يعني اصرار وشراسه ان انا هكسب المباراه مع الجمهور اللي هيبقى حاضر، انا متخيل صوت الجمهور زي ما كنت ببقى في الملعب كده وسامع جمهور نادي الزمالك لما بيبقى في بطوله كبيره زي بطوله فيروفيارو، زي بطوله يعني بطوله الافرو اسيوي مع الفريق الكوري، لما فزنا بالبطوله كان الجمهور عامل ازاي؟ هو ده بيديك دفعه وبيديك قوه ان انت لازم تفوز بالمباراه ان شاء الله، وده كله بيجي من التحضير خلال الاسبوع كله، يعني انا ببدا من اول الاسبوع تركيز في المباراه من غير شد عصبي ومن غير توتر، باصرار وبعزيمه على المكسب ان شاء الله. طيب خليني اسال حضرتك اخيرا، وهي نقطة ان انا بقى انزل مندفع هجوميا بعض الشيء ولا تحفظ وبهدوء وكده كده، يعني الموضوع مش بعيد، اهم حاجة ما استقبلش اهداف عشان ما صعبش الموضوع. ما هو انا قلت لحضرتك احنا بنهاجم، احنا بنلعب بكرة واحدة، احنا بنهاجم وبنقاتل في الناحية الهجومية من البداية، بعمل ضغط عالي من البداية وفي نفس الوقت مأمن الناحية الدفاعية، ببقى موقف ناس معينة، وفي مثلا الديفندر بيبقى واقف في وضع معين، وبنبقى قافلين على اللي هي المسانده الهجوميه للناس اللي موجوده بحيث ان ما يبقاش عليا هجمات مرتده، وابقى اكرر الموجه بتاعه
الهجوم مره واثنين وثلاثه، لحد لو انا جبت جول بدري انا فتحت المباراه وبقت المباراه سهله بالنسبه لي. وانا اعتقد ان فرقه نهضه بركان هتيجي قلقانه وخايفه، وهتيجي تتجه للناحيه الدفاعيه اكتر من الناحيه الهجوميه، فلازم احنا نستغل هذه النقطه في البدايه ونحرز هدف بدري ان احنا يفتح لنا المباراه ان شاء الله.